تحكرت فوق القياس، تحكرت وهاد السيدة حرمت لنا رزقنا، حرمت لنا رزقنا. أنا عندي طريط، عندي 26 عفرية، عندي الماء والضو، كيفاش بغيتي نعيش هاد الولاد؟ كنتعافر مع الشهر حتى كنكملو، لكن هاد السيدة ما خلاتناش. شنو غنبدا نطلب في الناس؟ أنا كنبغي ناخد داك الحلال وكنبغي نجيبها بعرقي، كنبغي نجيبها بعرقي. إلا ما جبتهاش بحلالي بعرقي ما كنبغيهاش. غادي تعرفينا براسك وغادي تعاودي لنا على القصة ديالك. السلام عليكم، معكم ربيعة الخنشولي، خدامة في ساحة الحمام من الصغر ديالي. كانت الأم ديالي من الثمانينات في النافورة القديمة، ومنين تحولت النافورة الجديدة حولونا ليها، ولكن داكشي غير عادي عشوائي، ما لا ورقة لا جوج. المهم كنترزقوا الله وكنخدموا على وليداتنا. كاينة الأخ ديالي تاهي كتخدم هنايا في النافورة. المهم حنا العائلة كاملين كنخدموا هنا في الساحة ديال الحمام. شنو هو النوع ديال الخدمة اللي كتخدمي؟ انا في الاول كنت نقاشه، كندير الحنه، والام ديالي عندها طابله ديال البيع والشراء والقشاوش، كتحطهم في الارض وكتخدم بهم، كتبيعهم للدراري الصغار. من بعد منين طورت الدنيا وداك الشيء ولينا دايرين طلبينات الاوتوماتيك، داك اللي كيلعبوا فيهم الدراري الصغار، كنكريوهم 5 دراهم، كنديروا للوليدات 2 دورات ب5 دراهم. وفي الاخير ولينا كلنا حنا دايرين الطلبينات. هذه هي الحرفه ديالنا الاخرى اللي ولينا دايرينها، حيدنا الحنه وحيدنا البيع والشراء. الام ديالي اللي باقا دايره الطابله ديال البيع والشراء، وانا والاخ ديالي ولينا دايرين السياره ديال الدراري الصغار. وشنو المشكل اللي وقع لك؟ المشكل ديالنا هذه سنين وحنا كنا عايشين بخير الحمد لله في هذيك الساحه القديمه. منين تحولت الساحه الجديده جينا دخلنا هنايا، بدينا كل واحد، حنا الناس القدام كل واحد خدا جهه، بحال نظمنا راسنا براسنا على حساب الناس المسؤولين، وداك الشيء حتى هما باش ما يلقاوش منين يقولوا انتم دايرين الشغب، دايرين المشاكل. كل واحد فهمنا، كل واحد فينا شد قلت جلسنا. جات واحد السيده كدير الكلون، البدايه ديالها كانت كدير الكلون، هي جات غير في كانت خدامه في واحد الشركه وجات لهنا للولايه مع داروا لهم فايت وجات. منين شافتنا هكا خدامين وداك الشيء جلست حدانا، قالت لنا واش كاين هذا الشيء، فيه شي رواج، فيه شي؟ قلنا لها رزق الله، كل نهار ورزقه، الا درتي شي حاجه راه ربي غيرزقك. قالت لك انا كنرسم، كنعرف ندير هذه وهذه. قلنا لها مزيان، الكلون راه ما كاينش نيت هنايا بزاف، وغير واحد البنت قديمه معنا اللي هي كتجي مره سيده دريوشه، ما تلقيش زعما تقول لك لا جيتي حدايا ولا هذه، حيت حنايا في الاخير رزق الله. صافي بدات جابت واحد الشويكه ديال الكلون وليت كترسم الوليدات، ولينا كنجمعوا هكا وقت الغدا كنبداو نضحكوا مع بعضياتنا، كنديروا كنصيفطوا على الغدا الكاسكروطات ديالنا، داكشي كنجلسوا كنجمعوا، كنبقاو نفضفضوا على بعضياتنا، فين ساكنه انتي، شحال الوليدات، وليدات كيقراو، شكون هادي، مجوجه ولا لا، الراجل باقي معاك ولا لا. المهم ولينا بحال الخوت. هاد السيده بدات معانا هكذا شويه، هاد السيده بغات تجيب سياره ديال طوماتيك، قالت لنا ودابا الا درت بحالكم ما غاديش يبقى فيكم الحال. قلنا لا لاش يبقى فينا الحال، راه كنقول لك اول واخرها راه رزق الله، راه كاين اللي كيجي من برا وكيجلس، وانت اللي معنا ما نقولوا لك ما تحطيش. المهم بدينا هكا بالضحك. جابتها واحد المره، جابتها انا ديجا كنت مناقشه مع اختي، ما كنهضرش، عارفي دريات في الدار كيوقع النقاش. جيت اكتشفنا هاد السيده هادي كتخلوض في الاخت ديالي، كتحرض عليا، انا ما عرفت والو، انا يا ما كانش في علمي. الوالده ديالي اللي جابوا لها الناس الخبر، راه هاد السيده دخلت بين بنتك، ردي بالك بناتك، كيوصيوها الناس القدام، كيوصيوها ردي بالك، راه دي الفتنه بين بناتك، بين هادي. مني مشات امي كتهضر معاها وهي تلاح عليها. هادي اول خلاف بدا مع هاد السيده هاد، بدينا غير مناقشه بسيطه. المهم منين مشات لها الوالده ديالي وداك الشيء، وهي تلاح عليها ضرباتها طيحاتها. منين طيحاتها انا منين شفت داك المنظر مشيت ليها، بديت كندوي معاها وهي تلاح عليا، تلاحت عليا، مشات هرست لي الطلوبين ديالي، حيدات لي الكارط مير ديالها باش ما نلقاش باش نخدم. منين دارت لي هكاك، انا هي دايره واحد الكتالوج ديال الكلون، حتى انا مشيت ضربته. جاو الدائره هادو صحاب الدوريه، داونا للسانكيام، هي اللي تابعه لينا، تابع المكان، داونا قيدوا لنا محضر داك الشيء. صافي جينا في حالاتنا، ما اعتبرنا فيه والو، بحال قدمنا كل وحده هضرت الاقوال ديالها ومشينا في حالاتنا. من بعد هاد السيده بحال بدات تحارب فينا، دارتنا بين عينيها، قالت للناس قسما بديني
بدين الله الا خليت وحدك. هما كيقولوا قدام وكيقولوا بان حتى واحد ما يقدر يحيدو من هذا القنص. انا هنوريكم شنو قاده ندير بالفعل. هاد الكلمه هادي بقات على قدها لحد الان، دابا مده 3 سنين هادي وربع سنين، وهاد السيده كتحارب فينا كل مره، تدير لنا مشاكل كل مره، تضارب معنا كل مره، تجي تهجم علينا، تهرس لينا في شغلنا، كنمشيو نفس الاحوال، ديكلاري دير فعل ترك. لغايه واحد اليوم كانوا دايرين العام اللي فات، كانوا دايرين 20 فبراير كانوا دايرين واحد المظاهره هنايا، جاو الناس المسؤولين قالوا لنا غادي تحيدوا. ملي كتكون شي حمله هكا كيحيدونا كيجروا علينا، قال لنا تحيدوا. جات بالحد، وحنا السبت والحد كتعرفوا هاد الساحه السبت والحد اللي كتكون مروجه، جاو قالوا لنا تحيدوا راه كاينه مظاهره ما يمكن لكمش تبقاو هنا وداك الشيء. امتثلنا الامر ديالهم، حيدنا نزلنا واحد الجرده هنايا لتحت، حط كل واحد بلاصتو. هي اش دارت؟ فرقات شغلها كامل باش حنا ما نلقاوش فين نحطو. جيت انا حطيت السلعه ديالي وهي تبدا تدفع فيها، ما بغيتش ندوي معها حيت انا كنعرف هاد السيده مجرباها من قبل. هاد السيده كتبداك باش دير هي ما بغات توصل داكشي اللي بغات. انا منين فهمت هاد السيده كيف دايره بحال وليت نتجنبها، وليت نخاف منها، وليت كنخاف منها. انا كنقول هذا بعلم على انا هاد السيده وليت كنخاف منها، حيت هاد السيده كتجيب عصابات، كتجيب هذوك الميكاسيين اللي مضروبين بيديهم، كتجيب الناس ديال الشمان. راه شحال من مره الا كانوا الناس كتفرج فيا وكتسمع هاد الهضره هما يعرفوني واش على حق ولا لا. شحال من مره دري بالميكا ديالو كيشم وكيسوق بالدري صغير طونوبيل، كيف غادي تجي العقل؟ شنو هو الطلب ديالك؟ الطلب ديالي هاد السيده وصلت معها المحاكم، ضرباتني هي والبنت ديالها تهجموا عليا في هذا اليوم ديال 20 فبراير اللي كانوا دايرين الناس مظاهره، وحضروا المسؤولين كاملين شافوا بان هاد السيده تعدات عليه وهزاتني طالبين من هنا بدمي بكل شيء، ودرت الشهاده الطبيه ديالي 25 يوم هاد السيده ما خديتش منها لا حق لا باطل. ومن وراها جاو تهجموا على الام ديالي هنايا دابا اسبوعين هادي، ودقدقوها وقدامنا وما قدرنا نديروا حتى شي حاجه. الحل الواحد اللي درت مشيت جبت البوليس التوريستيك من البوست جبتهم لهنايا، هما اللي فضوا النزاع، جاو هزوا الام ديالي لابيلونس ديناها المولى يوسف ثلاث ايام وهي ناعسه فيه مستعجلات، خلاها واحد جات مع الجمعه والسبت والحد قال لك حتى اثنين حد داروا لها الراديوات ما لقاوش الهرس، ولكن قال لك السكالير حتى نهار اثنين بقات تما، قالها تبقى تحت المراقبه في المستعجلات. بقينا عندنا الاثباتات ديالنا وعندنا كل شيء. الام ديالي نهار اثنين دارت هذا ديالها سكالير، المهم شافتها الطبيبه عطاوها شهاده طبيه فيها 35 يوم 35 يوم، وهاد السيده ما تعتقلات ما والو. بغيت نعرف الله يرحم ليكم والديكم الا كاين شي قانون خذوا لنا حقنا. هاد السيده شرد عندنا وحنا ما عندناش شي قدس من غير هذا اللي ناكلوا فيه الخبز. حنا كبرنا هنا، الأم ديالي كبرت هنا، وهاد السيدة دابا نوضت علينا الحملة وكتقول لك فلوس الدار في الشكارة. إلا أنت عندك فلوس الدار في الشكارة، حنا عندنا الله، عندنا الله وما عندناش فين نمشيو من غير هاد القنص. أنا بغيت الناس المسؤولين، بغيت هاد السي أخنوش اللي كيوقف كيقول لك مع الظلم يحرك الإدارة ديالو ويدير لنا شي تاويل ديال الخير في هاد القنص، حيت أنا ما عنديش منين نعيش. أنا كنقولها وكنعاودها، أنا غادي نجلس وغنحط رزقي وغنجلس نسترزق، بغاو يجيو يهرسوني يضربوني راه ما عنديش فين نمشي. إلا كانت هي عندها باش تعيش أنا ما عنديش، أنا ما مطلقة وعندي ثلاثة الأولاد وكنقريهم، ولدي الكبير السيكيماني عندي ولد عنده في الرابع وعندي بنت عندها عامين. جات الشريكه ديالها تهجمت عليا هنايا ومشيت بوزيت عاوتاني بلان، جابت لي عصابه قالت لي خرجتوا لينا على رزقنا داو لينا فعلوا لينا تركوا لينا، وانا واش انا هي السلطه؟ واش الحمله ناضت يجيو يحاسبوني انا؟ الحمله الله يضع على المشاكل اصلا اللي كتوقع هنايا وهاد السيده وهاد الشيء اللي دايره كامل. انا ماشي السلطه، لو كان في يدي السلطه انا غادي ندير بلاصه لراسي نيت. انا بحالي بحالهم، ملي كيجيو يديو راه كيديو كلش، ملي كيجريو كيجريو على كلش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.